يا جماعة احنا هنعمل مقلب دلوقتي في كارما، هقول لها ان انا وجوجو خارجين دلوقتي نازلين نخرج وهي مش هتيجي معانا، بقى ما نشوف هي هتعمل ايه. طبعا ممكن تاكلنا عندي كارما دي، تاكلنا انا وجوجو. يلا كارما بقول لك يا كوكي خدي، احنا هقول لك على حاجه بس اوعي تزعلي. انا وجوجو دلوقتي هنخرج بس نروح نتفسح شويه كده، وانت خليكي هنا معلش النهارده. لا معلش، هي الكبيره هي اللي لازم تخرج، وانت خليكي قاعده في البيت شويه. لا يلا، لا ينفع. يلا يا جوجو. ماما هنمشي. لا انت خليكي، انا هخرج انا وبنتي، انا وجوجو بنتي حبيبتي هنخرج انا و اختك. طب بتضربيني ليه؟ اختك حبيبتك وانا وحش؟ انت جميل. طيب يابا يلا. يا كدي، ايه حلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه العيال الحلوه دي؟ بصي يا بابا. ليه يا كوكي مكسوفه ولا ايه؟ لا على فكره الطقم بتاعك تحفه. جوكا ايه القمر ده يا جوكا؟ اسكت. من احلى يا بابا، انا ولا هي؟ من احلى فيكو؟ انتوا الاثنين حلوين. لا بس ليه واحد بس؟ ليه انتوا الاثنين حلوين؟ لا واحد واحد. طب قربوا كده برضه، انا احلى برضه منكم، مش عارف ليه انا احلى. عشان اخرجكم دلوقتي. عارفين اوديكم فين؟ فين؟ اوديكم الجنينه. مش على الجنينه، عايزه اروح الملاهي. الملاهي؟ لا الملاهي بكره والجنينه النهارده. لا الملاهي. لا الملاهي بكره. قول بعليك يا بابا الملاهي. ايه بعليك؟ ايه بعليك؟ بعليك. ايه بتشتمني؟ بعليك. انت بتضحكي اللي انت عارفه يا جوري. بعليك. بتقولي بتقول لك بالله عليك. اسمها ايه؟ بعليك. بعليك. العفاريت. كوكا كيكا فوكا جوجا. ايه؟ ايه جوجا جوجا جيرو فوكا. ايه جوجا فوكا فوكا دي جي. دي بتقول عند ام فاروق. ايه عند ام فاروق دي؟ عند ام فاروق. في عفريت يقول عند ام فاروق؟ مين ام فاروق؟ معرفش. مش البقاله اللي على نص الشارع دي؟ على اول الشارع. انتوا بتروحوا تتعفرتوا هناك بقى؟ بطلع عفريت عند الناس. مقلب في كرمه دلوقتي، هناخد حاجتها كلها اللي في الشنطه دي، وبصوا بقى هنعمل مقلب حلو قوي فيها. هنطلع بس نشوف معاها ايه الاول، وهنشيلها وبعد كده ننادينا نقول لها بقى حاجه. ايه ده؟ شوفي اللي بنبوني جوه الشنطه. شوف بنبوني. اوه دي معاها فلوس. الله. بس خمسات جديده كتير اهي، معاها فلوس جديده لهديه. بس كلها بنبوني. ايه ده؟ في فلوس 10 جنيه جديدة اهي، خدت ال 10 جنيه كده عادية. اوه دي معاها 2 يا بنت اللذينة، والله ما اعرف. يلا خدت الحاجات دلوقتي كلها بقى ونديلها. ماشي خير يا كارما. خدي يا كوكي. قول لي دي الشنطة بتاعتك؟ هي مش كان فيها الهدية وفيها الحاجة؟ ما فيهاش حاجة، دي فاضية. بصي فاضية فاضية يا امي، ما فيهاش حاجة. بصي انت هاتيها. لا ما خدتش حاجة. انت ليه بتتهم اختك؟ ليه؟ ما هي في ايدي انا الشنطة. هتيجي تشوفيها؟ طب شوفي، ما فيهاش حاجة. هنضحك عليكي؟ هنضحك عليكي؟ سنة انت طيب، فين العيدية؟ وانت طيبة يا حبيبتي، اديكوا العيدية عينيا. حاضر، انا جبتها لكم، جبتها لكم مخصوص. خدي لسان طيبة. لسان طيبة يا جو يا كوكي. ايه ده؟ لعبة. دي لعبة. لعبة. لا لعبة ايه دي؟ ال 10 جنيه الجديدة اللي بيقولوا عنها انت ما اتفرجتش عليها على التيك توك. لا دي لعبة، لعبة. احنا بابا كوتشينة. بابا طلع فلوس يا بابا بجد. بتقولي كوتشينة؟ كوتشينة ايه انت كمان؟ كوتشينة. هي عاملة زي الورقة بتاعت الكوتشينة بلاستيك زيها، بس دي الجديدة اهي. اهي الجديدة. لا بابا خد يا بابا، خد يا بابا، طلع فلوس جديدة. كوكي ده ايه اللي بقك ده؟ انا نونة. انت نونة؟ ايه اللي بقك ده يا نونة ده؟ بزازة. بزازة مش انت بقيتي كبيرة خلاص، ما ينفعش تحطي البتاع دي ببقك. هاتيها. لا هاتيها شيليها. لا يا بنتي ما ينفعش تحطها ببقك. لا دي بصراحة جاية معاها حتى بتجلي على ايدي. ايه ده؟ أنا مش نونة اللي جابها ببقي. اوعي.